تعتبر مجموعة العشرين واحدة من أهم المجموعات العالمية، ويطلق على منتدى التعاون الاقتصادي الدولي الذي يضم قادة مجموعة من الدول المتقدمة والنامية الذين يمثلون مجتمعين حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، كما يشكلون ثلثي سكان العالم وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. ويجتمع مجموعة ممثلو دول مجموعة العشرين لمناقشة أهم القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية. تأسست مجموعة العشرين في عام 1999 من الميلاد على مستوى اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وذلك لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية والمالية. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 رفع مستوى المجموعة لتضم قادة الدول والحكومات الأعضاء. ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين من الناحية الجغرافية كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة بالصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية، أما إفريقيا فتمثلها جنوب إفريقيا، وأمريكا الجنوبية تمثلها الأرجنتين والبرازيل، أما أوروبا فتمثلها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا، وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وقارة أستراليا تمثلها أستراليا. تتناوب دول مجموعة العشرين على الرئاسة كل عام، وتضع كل رئاسة هدفا عاما لرئاستها تتركز حوله المناقشات الدولية، وتؤدي دولة الرئاسة دورا قياديا وإداريا في إعداد برنامج الرئاسة وفي تنظيم قمة قادة الدول أو الحكومات. وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، وتندرج النقاشات والمنتديات واجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية خلال رئاسة المملكة للمجموعة تحت الهدف العام: اغتنام فرص القرن 21 للجميع. إضافة إلى أعضاء مجموعة العشرين الأساسيين، توجه الدعوة كل عام إلى دول أخرى للمشاركة كإسبانيا التي تعتبر ضيفاً دائماً في اجتماعات المجموعة، إذ يعد اقتصاد إسبانيا في الترتيب 13 على مستوى العالم من حيث إجمالي الناتج المحلي الإسمي، كما أن إسبانيا تعد واحدة من أكبر اقتصادات العالم بعد ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، والرابعة الأكبر في منطقة اليورو بناء على إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الإسمي. إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، ولديها اقتصاد رأسمالي مختلط. وأدرجت إسبانيا في المرتبة 25 في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وفي المرتبة 28 في الناتج المحلي الإجمالي للفرد من قبل البنك الدولي، لذا صنفت كاقتصاد مرتفع الدخل وبين البلدان ذات التنمية البشرية العالية للغاية. كما تتمتع إسبانيا بأعلى 10 جودة حياة في العالم. وفي عام رئاسة السعودية لمجموعة العشرين دعيت كل من المملكة الأردنية الهاشمية وسنغافورة وسويسرا للمشاركة بصفتها ضيف، كما ستدعى المنظمات الدولية التي ساهمت على مدى الأعوام الماضية في عمل المجموعة، وتشمل هذه المنظمات منظمة الأغذية والزراعة ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية. الأردن في قائمة المدعوين لمجموعة العشرين، لأن الأردن من البلدان التي تتمتع بأفضل مؤشرات التعليم على مستوى المنطقة وطبيعتها ذات المزايا الخاصة التي تعزز طموح المملكة الأردنية الهاشمية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وقد أدخلت سياسات اقتصادية متحررة ما أدى إلى ازدهار دام لعقد من الزمن واستمر حتى عام 2009، كما أن القطاع المصرفي في الأردن متقدم وحديث، وهو الوجهة المفضلة للاستثمار والمستثمرين نتيجة لسياساتها المحافظة
والتي ساعدت البنك المركزي الأردني في تجنب الأزمة المالية العالمية في عام 2009. كما تتمتع الأردن بمكانة متقدمة وعلاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التكامل الوثيق مع مجلس التعاون الخليجي. سويسرا تدعى للمرة الأولى في قمة مجموعة العشرين لأنها عضو مؤسس في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وجزء من منطقة شنغن، وعلى الرغم من أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، إلا أن سويسرا تعد من أغنى بلدان العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وتحتوي على أعلى ثروة للشخص البالغ، الأصول المالية وغير المالية من أي بلد في العالم. وقد تم تصنيف زيورخ وجنيف المدينتين الثانية والثامنة من بين الأعلى في جودة المعيشة في الحياة بالعالم. وتعتبر سويسرا الدولة 19 كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، والسادسة 36 في تعادل القوة الشرائية. لماذا تم دعوة سنغافورة إلى مجموعة العشرين لهذا العام؟ في مؤشر جودة الحياة حصلت سنغافورة على الدرجة الأولى في آسيا والمرتبة 11 على مستوى العالم، وتمتلك 9 أعلى احتياطي في العالم. ووفق مؤشر هينلي وشركائه للقيود على التأشيرات عام 2014، احتل الجواز السنغافوري المركز السادس على مستوى العالم، حيث يمكن حامله من دخول 167 دولة من دون تأشيرة مسبقة. وبعد الانكماش في الربع الرابع من العام 2009 الذي وصل إلى 6.8%، استعادت سنغافورة تنامي اقتصادها في النصف الأول من عام 2010 لتصبح أسرع دولة في إنعاش اقتصادها بنمو وصل إلى 17.9%. كما دعيت في عام رئاسة المملكة العربية السعودية عام 2020 المنظمات الإقليمية كصندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية وفيتنام بصفتها رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية رواندا بصفتها رئيساً للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيساً لمجلس التعاون الخليجي.